أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذا يتجدد اللقاء معكم مرة أخرى، وهذه المرة هنا في ملعب مسرات الدولي في اللقاء والمباراة الذي تجمع صاحب المركز السادس بصاحب المركز العاشر السويحلي. أحمر مسرات في سادس الترتيب ب15 نقطة يستضيف أزرق الخمس اللي يحتل المركز العاشر ب10 نقاط في قمة الجولة الثالثة بالقمصان الزرقاء الاعتيادية أيضا على يمين الشاشة. نمر سريعا مشاهدينا الكرام لتشكيلتي الفريقين. اولا بالضيوف الخمس حراسة المرمى احمد عياد على اليمين علي المير، هذه هجمة خطيرة، هذه خطيرة، هذه الكرة خطيرة والتسديدة والجول جول منذ البداية 28 حتى في المرمى. ما تكلم حتى على التشكيلة، ما تكلم حتى على اللاعبين. باسكال حط الكرة في مرمى علي شنينة وحط الهدف الأول وسجل الكرة الأولى في مرمى فريق السويحلي. في الجولة الماضية فقد اللقاء أمام الأولمبي، يبحث اليوم ويريد الانتصار أمام السويحلي على أرضية ملعب مسراتة. والسويحلي الفاقد للقائه في الجولة الماضية، كرة مرتدة لصالح فريق السويحلي، يمشي المنقوش، حولت تريكي، تريكي العرضية للكانوني ولكن الاستماتة الدفاعية ما زالت، يمشي المنقوش العرضية إلى الرأسية ولكن الدفاع ما زال. ترجع كوبا، كوبا يمر، كوبا يتوخل، العرضية بالراس، جول 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 قاس بالمقاس حتى نسك حول. شوف الكرة، شوف المراوغة، شوف البينية، شوف العرضية والرأسية من انس كحول حتى في المرمى، حتى في المرمى. 1-1 صارت البينية من كوبا. 2 يمشي الفرجاوي، الكرة خطيرة ونجمة لصالح فريق الخمس، لكن الكرة حاول يباغت حارس المرمى الفرجاوي اللي متعادل مع الخمس بهدف في كل مرمى. خطأ المنقوش، العرضية والرأسية من فايز ولكن مرت كورة فايز بالرأس، مر يكسب خطأ متوسط ميدان فريق السويحلي بصافرة الحكم أحمد الشلماني لتنفيذ هذا الخطأ لصالح فريق السويحلي. يمشي عبد الله بن خليل البينية باتجاه المنقوش، الكرة خطيرة، تسديدة طويلة للمنقوش، محمد متوسط الميدان حول لفراس شليك إلى العرضية الرأسية والكرة الخطيرة، هذه الهجمة الخطيرة لصالح فريق السويحلي، التسديدة ولكن هناك ركلة جزاء، ركلة جزاء أقر الحكم أحمد الشلماني لصالح فريق السويحلي، ركلة جزاء لصالح فريق السويحلي. فراس اللي كان أمام من؟ فراس السد تصطدم الكرة بأحد مدافعي فريق الخمس، الكرة هكذا رأى وهكذا قرر الحكم أحمد الشلماني. حول يمشي أنس كحول، جول 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 على يمين الحارس أحمد عياد، حتى أنس كحول، ده أنس كحول يسدد الكرة على يمين أحمد عياد ويضيف الهدف الثاني. راح سيدي بي يسدد، سيدي بي كما جات والكرة خارج أرضية الميدان، خارج أرضية الميدان للركلة الركنية لصالح فريق الخمس. التعديل يا ابو ستة، الكرة في الركنية لصالح فريق الخمس في هذه اللحظات، هل سيكون هدف التعديل؟ العرضية والرأسية والكرة والجول، جول 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 24 حط الكرة في المرمى، 24 حط الكرة في المرمى ويسجل هدف التعديل لصالح فريق الخمس. هذه الرأسية وهذه الكرة التي سجلت ودخلت وسكنت مرمى الحارس علي شنينة. العجيل وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن حكم اللقاء احمد الشلماني عن نهايه مجريات هذا اللقاء الذي جمع السويحلي والخمس هنا على ارضيه ملعب مسراتة بالتعادل الايجابي، هدفين في كل مره في كل مرمى.